أيها القائد عامو. اقترب وشاركنا الشراب والاستمتاع بالجمال. أما الشراب والجمال يا مولاي فلا وألف لا. ها؟ ماذا تعني؟ لقد توقفت عن الشراب واللهو منذ عرفت الحق واتبعته. كلنا قد عرف الحق واتبعه يا رجل. أجل أجل أيها القائد عامو أجل. اقترب وشاركنا النصر. النصر الذي أحرزناه. النصر الذي أحرزته أنت لنا. عفوا يا مولاي، أنت صاحب هذا النصر وقد تفضل به عليك وعلينا الله الواحد الأحد الذي استعنا به قبل خوض المعركة. أيها القائد عامو أيها القائد عامو، إنها ليلة ولن نلحقها بمثلها. وليعفو الله عنا بعدها. الرقص. بعد أن أذقناه بأسنا وأن يخسف بنا الأرض. أعجب منه يا مولاي أن الملك لم يفي بوعده للقائد عامو واستمر يقيم هذه الليالي، وأصبحنا نقضي النهار في الاستعداد لها ونقضي الليل في الاحتفال بها، وأصبح تجار الجواري يفدون إلينا من كل صوب وحد. والملكة، ما موقف الملكة؟ الملكة في منتهى الضيق والدجر، وإن كانت لم تعجب للأمر كما عجبنا نحن لها. أتعرف ماذا قالت عندما علمت أن الملك غارق حتى أذنيه في اللهو والعبث؟ ماذا قالت؟ قالت: هذا هو وتلك طبيعته،
لقد عاد سيرته الأولى عندما هجرني وابنتي وعاش في منف ينتهب اللذائذ والمتع. لقد كان قد تاب ورعوى بعد أن أعطته سارة درسا لا ينسى، وزاره إبراهيم وهداه إلى الحق. أجل، ولقد أحضر زوجته وابنته وعاش معهما زوجا مثاليا وأبا مثاليا إلى أن غره النصر الأخير فانحرف عن ميزان الحق وتجرأ على كل المعاصي. ألا يخاف الله وغضبه؟ لقد حذره القائد عام من هذا الغضب ولكن دون جدوى. وماذا فعل القائد عام؟ حصل على إذن بالسفر إلى نبي الله إبراهيم ثم انطلق إلى أرض كنعان. لن يرضى نبي الله إبراهيم عن أفعال هذا الملك، وكذلك لن يرضى أحد من المؤمنين بدعوته. لقد كنا نرجو من هذا الملك أن ينشر العدل والحق والأمن والسلام وكل ما يأمر به الإسلام من مكارم الأخلاق. له حكمة في ذلك سبحانه وتعالى. وما هي أخبار نبي الله إبراهيم؟ بفضل من الله ونعمة، ولقد رزق بإسحاق من سارة. سارة؟ أو قد حملت سارة بعد هذه السن؟ أجل يا سنن. الحمد لله، الحمد لله الذي منى على نبيه إبراهيم بولد آخر يعوضه الحرمان من ولده إسماعيل الذي لم تكد عيناه تكتحلان برؤيته حتى اضطر إلى تركه وترك أمه في واد غير ذي زرع. لا تقلق على إسماعيل وأمه، لقد رزقهم الله بعين زمزم المباركة وأرسل إليهما أقواما من جرهما والعماليق عمروا المكان ولم يعد كما كان. حقا تقول يا سيدي. أجل يا سنن، فقد تحول السهل المقفر الموحش في مكة إلى جنة وارفة الظلال. الحمد لله، الآن اطمأن قلبي على مولاتي هاجر، ولكن خبرني يا سيدي. بماذا يا ابنتي؟ كيف يصفون إسماعيل؟ يقولون إنه صبي ذكي قوي وقد ورث عن أبيه كل صفاته. ألم يأخذ شيئاً عن مولاتي هاجر؟ ويحك يا سنن، إنها أمه ولا بد أنه قد أخذ عنها الكثير. ثم ماذا؟ نام نبي الله تحت الدوحة بجوار زمزم، وانطلقت أنا والدمشقي نطوف بالكعبة. ولماذا على الفور؟ لقد رأى في نومه رؤيا أراد أن ينفذها في الحال. رؤيا الأنبياء حق أيها الأخ عامو، ولا بد أن تنفذ في التو. وهل أحضر إسماعيل؟ أجل، وما كاد أبوه يراه حتى قال له: إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. وهل فزع إسماعيل أو حاول الهرب؟ لقد امتثل للأمر وقال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ما أعظم المحنة التي امتحن بها إبراهيم وولده إسماعيل. إنها لمحنة تنوء بها الجبال الراسيات، ولكن إيمان نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل كان أعظم من هذه المحنة. كيف؟ أمر نبي الله إبراهيم ولده إسماعيل أن يأخذ حبلا وسكينا وأن يصعد بهما إلى قمة جبل ثبير، فأسرع إسماعيل ينفذ أمر أبيه وانطلق إبراهيم خلفه. فصممت أنا وصالح على مراقبة الاثنين، فسرنا خلف نبي الله ونحن في دهشة بالغة. ماذا رأيتما؟ رأينا شيخا عجوزا يعترض طريق النبي محاولا منعه من تنفيذ أمر الله. من هو؟ لقد كان إبليس اللعين، وقد عرفه نبي الله ونهره، فلما لم ينصرف التقط نبي الله سبع حصيات من الأرض
ورجمه بها، ثم أخذ يرتقي الجبل. ثم رأينا ذلك الشيخ يصعد الجبل ويسرع إلى إسماعيل محاولا معه المحاولة نفسها. وهل استجاب له إسماعيل؟ لقد عرفه ونهره بقسوة، ولكنه لم يتحرك من مكانه. فالتقط إسماعيل 7 حصيات من الأرض ورجمه بها، فانطلق مسرعا. انطلق إلى أين؟ إلى هاجر. وأخذ يثيرها ضد زوجها ويحرضها على الوقوف بين تنفيذ الأمر وبين نبي الله، ولكنها رجمته هي الأخرى 7 حصيات. وماذا فعل نبي الله بولده؟ وعندما وصل إلى قمة الجبل أمسك بالسكين، ثم أخذ يضرب النظر إليها مرة وإلى ولده مرة، وتدفقت عبراته وتتابعت زفراته. فقال له إسماعيل: يا أبتي، اشدد وثاقي واشحذ شفرتك، فإن الموت شديد، وإني أخاف أن أضطرب عنده وكبني على وجهي، ولا تضجعني لشقي، فإني أخشى إن نظرت إلى وجهي أن تأخذك الرحمة بي فلا تنفذ أمر الله في، وإن رأيت أن ترد قميصي على أمي فافعل، عسى أن يكون هذا أسلى لها عني. نعم الولد والله إسماعيل. وتهيأ نبي الله للتنفيذ، ومد يده بالسكين إلى عنق ولده، وأخذ يحركها ويضغط عليها، ولكنها لم تقطع العنق. لماذا؟ لقد ثلمت قدرة الله حدها. سبحان الله. وأدركت نبي الله الحيرة وشق ذلك عليه، فحاول مرة أخرى وثالثة دون جدوى، فرفع رأسه إلى السماء، فإذا به يرى كبشا كبيرا يهبط منها ويستقر أمامه، وإذا به يمد يده إليه ويذبحه. الله أكبر، الله أكبر. وفي هذه اللحظة وصلت هاجر، فوجدت زوجها وابنها ساجدين لله، فأسرعت هي الأخرى بالسجود للعلي القدير الذي أنقذ إسماعيل من الموت ظمأ بتفجير زمزم تحت قدميه بالسهل المقفر، وأنقذه اليوم من الموت ذبحا. الله أكبر والحمد لله. أفعل. ماذا تفعل هنا يا ولدي؟ أنتظر أن تفرغ سنا من شراء ما يلزمها. ألم تتركني أنت وزوجك على أنكما راحلان في نفس اليوم إلى طيبة؟ لقد رحلنا يا سيدي، ثم عدنا مرة أخرى اليوم. فيما كان رحيلكما وعودتكما إذن؟ اختلفت الملكة مع الملك، ثم جاءت بابنتها الأميرة ميمي لكي يعيش هنا في منف بعيدا عنه وعن مبادله، وقد جئنا معهما. ألا يزال أبو فيس على ذلك الحال؟ قد زادت حالته سوءا يا سيدي، والناس في طيبة يكرهونه كراهية لا حد لها. ماذا فعل غير ما أخبرتني به؟ أطلق العنان لغرائزه، كما أطلق العنان لجنوده، فاستبدوا بالناس استبدادا كبيرا. لقد خاب أملي في ذلك الملك. بل خابت أمالنا جميعا. انظر يا بثاو، هذا هو النوع الفاخر الذي كانت تفضله مولاتي هاجر. ما أظنها تهتم بشيء من هذه الثياب أو غيرها الآن. لماذا يا سيدي؟ لقد أصبحت لها اهتمامات أخرى أجل وأعظم من تلك التي كانت لها قبل أن تتزوج من نبي الله إبراهيم وتصبح أما لإسماعيل. ليتني أراها الآن وأتعرف على أحوالها بنفسي. كم تستغرق الرحلة من هنا إلى مكة يا سيدي؟ إنها تستغرق كثيراً من الوقت والمال يا سنة. ماذا دهاك يا زوجتي؟ هل نسيت أننا مقيدون بعمل نرتزق منه؟
معذرة يا زوجي العزيز، إن شوقي لرؤية مولاتي هاجر ولرؤية ولدها إسماعيل هو الذي دفعني إلى هذا. أخيرا جئت إلينا أيها الكاهن السام. الواقع أنني كنت أريد المجيء إليكم منذ أول يوم نكبنا فيه بملك الهكسوس، ولكن الظروف لم تسمح إلى اليوم. أهلا بك وسهلا في معبدك. قلت الحق، فمعبدك معبدي ومعبدي معبدك، ومهما اختلفت بيننا المذاهب فلن يفسد هذا الخلاف ما بيننا من ود وأخوة. تماما يا أخي، ولكن خبرني، لماذا ضعفتم هكذا أمام الهكسوس؟ أين سلطانكم؟ نفوذكم؟ مصرع سكن رع وسقوط طيبة هو الذي قوض نفوذنا وهد سلطاننا. بلغني أن كاموس يستعد للقتال من جديد. أجل، وهو يسير على نهج سليم. كيف؟ بدأ بتعبئة المشاعر ضد العدو وتطهير صفوفه الداخلية، ثم قام بتأمين ظهره بتوثيق عرى الصداقة مع أمير كوش. متى يبدأ الهجوم؟ في القريب. أنا واثق من أنه سوف يحرز النصر هذه المرة. لا بد من ذلك، فقد أحسن الاستعداد للمواجهة. ليس لهذا السبب وحده. ماذا تعمل؟ هناك أسباب أخرى سوف تساعده على إحراز النصر. وما هي؟ فساد الملك الهكسوسي وخروج بعض أعوانه عليه وسوء الإدارة وتفشي الرشوة، ولا تنسى أن قائده المحنك عامو قد هجره ورحل إلى أرض كنعان. لابد أن يعود القائد عامو على الفور، لابد أن يعود. إن كاموس قد أعد لنا جيشا قويا، قد أحسن إعداده وتدريبه. عيوننا تقول يا مولاي إن فرقة كاملة من البجاويين قد انضمت إلى جيش كاموس وأقسموا على الوفاء له. وكيف سمح لهم أميرهم بذلك وهو صديق لنا؟ صداقته لكاموس وأسرته أشد وأقوى من صداقته لنا. اكتب إلى أمير البيجاويين رسالة باسمنا على الفور. وماذا أقول له فيها يا مولاي؟ ذكره بالصداقة التي كانت بيننا وبين أبيه، وبالصلات الطيبة التي تربطنا بأمراء كوش جميعا. أمرك يا مولاي. أيها الوزير، خاطبه بيا ولدي، وذكره وأكد له أنني أعتبره ولدا لي. مولاي فرعون مصر العظيم، أسعدت الآلهة صباحك يا مولاي. كيف حال جنودك؟ يتحركون شوقا للقاء العدو. يسعدني أن أسمع هذا منك، زدهم تدريبا وتمرسا. أريد أن أنطلق بهم إلى العدو وهم شعلة من نار. السمع والطاعة يا مولاي. أين الأمير أحمس؟ سأستدعيه يا مولاي بإذنك. لبيك مولاي الفرعون العظيم. هل أحسنت تدريب الرماة؟ عند التجربة تظهر الحقيقة. لا وقت عندي الآن لتجربتهم، ثم إن ثقتي بك تجعلني أصدق ما تقول. شكرا مولاي الفرعون العظيم. خيرا مولاي الفرعون العظيم. دعنا من الألقاب الآن ولنتحدث كأخوين، كابن وأبيه، كصديقين. تفضل.
كل آذان صاغية. حقا إن الأمر خطير، بل أكثر من خطير. كل ما أريد أن تسمعني الآن جيدا، وأن تناقشني فيما سوف تسمع بإخلاص، ثم تقف معي وتساندني إذا ما اضطررت إلى الوقوف في وجه الجميع متحديا إياهم. مولاي أنا لا تتكلم واسمع مني. منذ عولت على شن الحرب على ملك الهكسوس وقومه، وأنا أرى في نومي رؤيا واحدة لا تتغير. وماذا ترى فيها؟ أرى رجلا وقورا شديد الشبه بذلك الكاهن سارنز الذي طرد من معبد بتاح منذ سنوات بعيدة. أراه يقول لي: إذا عزمت على دخول الحرب فاستعن بالواحد الأحد الذي لا شريك له ولا ولد، رب إبراهيم. تماما تماما يا أحمس. وإذا ما استيقظت في جوف الليل ونمت ثانية فإني أراها مرة أخرى، وقد كتمت الأمر في نفسي ولم أصرح به إلى نينفرتاري خشية أن يثور القوم ضدي، خاصة جدتنا الأمة المقدسة تيتي شيري التي تذكرني كل صباح وكل مساء بضرورة التوجه إلى أمون رع والاستعانة به قبل الخروج إلى العدو. لا بد أنها نيفرتاري زهرة مصر، كم أحبها. وأنا أيضا أحبها أتمنى الزواج منها. الزواج منها نعمة كبرى وسعادة عظمى. أهلا نيفرتاري أجمل ما في الحياة. أهلا بك يا مولاي، جئت في اللحظة المناسبة. خيرا يا مولاي. لا تقولي مولاي، انسي تقاليدنا الرسمية الآن ولنتحدث بدونها. كيف هذا يا مولاي؟ إننا أخوة فلنتحدث كإخوة بدون ألقاب. كما تشاء يا كاموس. يا كاموس. أحمس، ما لك تقف صامتا جامد الوجه على هذا النحو؟ لا شيء يا أخته. اسمعي يا نيفرتاري. نعم يا أحمس. نعم يا كاموس. ما رأيك في الرؤية التي يراها أخونا أحمس كل ليلة؟ أية رؤية؟ لا تخافي، لقد حدثته بكل شيء، وقد صرحني بأنه يرى نفس الرؤية كل ليلة. نفس الرؤية؟ بكل تفاصيلها. عجيب هذا. لا تعجبي يا حبيبتي، هناك قوة خفية، قوة عليا تريد بهذه الرؤية تحقيق أمر هام. هذه جدتنا تيتي شيري، لقد كنا نتفقد التدريبات معا وقد تركتها لأبحث عن أحمس. لا بأس، نستكمل حديثنا الليلة بعد أن ينام الجميع. سأنتظركما في قاعة العرش. أهلا أهلا أمنا المقدسة. كيف وجدت الاستعدادات يا جدتي؟ ليست كافية، أرجو أن ترفعوها إلى درجة أعلى. السمع والطاعة يا مولاتي. أنت الذي يأمر فنقول له نحن السمع والطاعة يا مولاي. إذا جاز هذا بالنسبة للجميع فهو لا يجوز بالنسبة لأمنا المقدسة. دون شك. كاموس يا ولدي، لا تنس أن تستعين بالإله آمون رع قبل أن تحدد ساعة الخروج للعدو.
نفرتاري حبيبتي. أحمس حبيبي. ما رأيك؟ فيما؟ في كاموس، إنه يريد الزواج بك. أنا لا أحب غيرك ولا أريد الزواج بغيرك. ولكنه الفرعون ملك مصر، وأنا أنت حبيبي، أنا أخوه الأصغر، لا حول لي ولا قوة أمامه. ماذا تعني بقولك هذا؟ لو أنه تقدم للزواج منك فلن أستطيع التصدي له أو منعه من تحقيق ذلك. إن كنت تحبني حقا فإنك تستطيع أن تتصدى لقوى الأرض مجتمعة. حبي لك قوي ثابت، وأنت تعرفين هذا جيدا. ولماذا تقول هذا القول إذن؟ كاموس مقبل على حرب ضروس، صراع خطير هائل قد يفقد حياته فيه، مثلما حدث لأبي الفرعون سقن رع. أرجو أن توضح أكثر. إذا سلبته حبه فقد يكون لذلك أثر سيء على نتيجة المعركة، على موقف مصر كلها. مصر ونفرتاري حبنا الأكبر هي اليوم في أشد الحاجة إلى كاموس البطل القوي المستجمع لكل مشاعره وأحاسيسه. فهمت يا أحمس. أجل فهمت. وما رأيك؟ نفسي فداء لمصر. وأنا أيضا نفسي فداء لمصر. فلنضحي نحن الاثنان بحبنا لنسعد أخانا ونعاونه على طرد الهكسوس أعدائنا. لقد تأخر الملك أيها الوزير خيان. إنه لم يستيقظ من نومه بعد. لقد اقترب الغروب. التمس له عذرا، فقد امتد مجلس الشراب والغناء حتى الصباح. شراب وغناء وسهر حتى الصباح والعدو محتشد على الحدود، كيف؟ لقد قلت له هذا وحاولت الاعتراض، ولكنه لم يسمع قولي ولم يقبل اعتراضي. إني ذاهب. بل انتظر أيها القائد، فلو استيقظ الملك ولم يجدك لن تكون العواقب سليمة. دعني أذهب أيها الوزير لأطلع بقية القواد على أمره. بل تنتظر الملك. حدثني أيها القائد، حدثني عن نبي الله إبراهيم وعن أولاده وأصحابه. ها، كيف تركته في أرض كنعان؟ لقد ترك أرض كنعان أثناء وجودي هناك، وذهب إلى مكة ليبني لله بيتا. يبني لله بيتا؟ وإن شئت التحديد ليرفع قواعد الكعبة المشرفة. الكعبة المشرفة؟ أول بيت وضع للناس على الأرض، ذلك الذي هدمه الطوفان أيام نبي الله نوح، ولم يبق الطوفان على شيء منه غير القواعد. علينا بالشراب والمغنيات والراقصات. ولكن هل من السهل أن نغادر دين الآباء والأجداد؟ لا أدري، وإنني لفي منتهى الحيرة. وما سبب الحيرة؟ إنني أفكر في آلهتنا والأمجاد العظام التي أفاءتها علينا وعلى مصر كلها، فأتمسك بدين آباء وأجدادي وأرى الرؤية، فأجد صدى كلمات سارنس في عقلي وتأخذني الحيرة ويستيقظ الشك في قلبي. ويح قلبك! جدتي! ويح قلبك وحق آمور رع
ما دلك على خير. جدتي، وما ينبغي لك أن تميل حيث يميل، فتكتب على نفسك الشقاء وتخذل بلادك التي وضعت آمالها فيك وعقدت عليك رجاءها بعد أبيك. جدتي، كنا نتحاور لا أكثر. اسكت يا ولد. صدقيه يا جدتي، إنه مجرد حوار. اسكت يا بنت. لو لم أسمع منك هذا القول وقبل ساعات من القتال الذي سيبدأ مع الفجر لكان لي معك تصرف آخر. من سارنس هذا؟ تكلم يا أحمس. هو الكاهن الذي ترك معبد ابتاح منذ سنوات، الذي طرد منه. طرد منه أيها الفرعون، ومع ذلك تهتم به ويكون لكلماته صدى في عقلك وقلبك. جدتي، ما كل هذه القسوة؟ ولماذا؟ ما الذي حدث؟ لا بأس، إنني ألتمس لك العذر، فأنت لم تتوج فرعونا في حفل ديني، ولم يبارك الإله آمور رع قلبك وجسدك. جدتي، رفقا به، إنه خارج بعد ساعات لمواجهة الأهوال. لم يبق إلا أنت أيتها الطفلة الصغيرة لتوجهيني. لست طفلة يا جدتي، لقد كبرت وأصبحت أفهم كل شيء وأقدر كل شيء، وأقولها لك صراحة، لقد ظلمت كاموس وظلمت سارانس أيضا. وما شأنك أنت بهما؟ كاموس، كاموس أخي الحبيب وفرعون مصر العظيم، وسارانس رجل طيب. شكرا نيفرتاري حبيبتي. أراك تنظر إليها بحب. أجل يا جدتي، إنني أحبها، وسوف أتوج نصري على الهكسوس بالزواج منها. عندك اعتراض؟ لا اعتراض عندي، ولكنني أريد منها أن تغلق فمها ولا تفتحه إلا بإذني. كيف هذا يا جدتي؟ كيف؟ أيها الفرعون كاموس، هيا اذهب وضع ثياب الحرب، فقد اقترب الفجر. أما أنت يا سارنس فسوف لا أدعوك تعيش لتفسد عقول الناس بعد اليوم.